مرحبا الاخوان، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. ما غاديش نطول عليكم. كنت سولتكم اخر مره يعني بالنسبه لللايف ان شاء الله امتى نديرو. في الغالب ان شاء الله غادي نديرو نهار السبت، باش هكا يكونوا يعني بزاف الناس غادي يكونوا ان شاء الله حاضرين. يعني اليوم الاثنين ان شاء الله، دونك راه مازال الوقت. يعني النهار لا ماشي الاثنين، اليوم الثلاث، يعني اليوم الثلاث، دونك ان شاء الله اليوم السبت. بالنسبه للتوقيت معايا في الغالب ان شاء الله نديرو في الصين بالليل، باش الا كان يعني يكون نهار في المغرب. تقدروا تكتبوا لي غير التوقيت معايا في التعليقات، شنو هو التوقيت اللي مناسبكم، خاصه بالنسبه ليوم السبت، حيت في الايام الاخرى يعني سيرتو هذه المده هذه غبت بزاف، ما كنديرش فيديوهات بزاف، يعني ما كنكونش بزاف في المدينه ديالي، وعندي بزاف ديال لي ديبلاسمون، وعندي كنصور يعني مع قناه صينيه وبزاف ديال الاشغال. داكشي باش يعني نهار السبت ان شاء الله نحاول نديروا لايف يعني واحد الساعات الماكله ان شاء الله. حاولوا تبريباريو فيها لي كيستيون ديالكم، كونوا في الموعد باش ان شاء الله يعني نحاول انني نجاوب يعني كاع الاسئله ديالكم. ان شاء الله يعني من هنا لقدام ان شاء الله باش نشوفوا الطلبه السوا اللي غادي يجيو، اولا الناس اللي كيسولوا على امتى ان شاء الله غادي تفتحوا الحدود، اولا بالنسبه للناس اللي عندهم ورك بيرميت اللي ديجا يعني بداو كيرجعوا. يعني كاين بزاف ديال الاشياء اللي هي جديده اللي هي طرات مؤخرا، نحاول ان شاء الله كامل نهضروا عليها، ونهضروا على بزاف ديال الاجراءات الجديده اللي غادي تولي يعني في الصين، يعني ما وراء يعني لا سيتوياسيون ديال يعني اللي كانت يعني ديال كورونا. كورونا كاينه في الدول الاخرين، يعني اشنا هما الاجراءات الحوايج اللي ولات جداد، اشنا هما الاجراءات اللي تزادت اللي ولات جديده حاليا يعني في المطارات الصينيه. يعني بزاف ديال الحوايج اللي تبدلات اللي غادي نحاول انا ان شاء الله اننا نتكلموا عليهم. ما تنساوش ان شاء الله يوم السبت، يعني السبت في الغالب غيكون يعني في العشيه ديال المغرب او لا بنهار في المغرب. المهم بالنسبه للتوقيت بالضبط نقدر نقول لكم يعني بار اكزومبل نديروا 10 الليل ديال الصين، اللي هي غادي تكون تقريبا 10 9 8 7 6 5 4 3 3 ديال النهار في المغرب. الا كانت مزيانه لكم كتبوا لي في التعليقات، راه هذا الوقت هذا 3 ديال العشيه ديال السبت في المغرب راه مزيانه لكم ان شاء الله نديروا فيها اللايف، ونتلاقاو ان شاء الله في اللايف، وناخذوا الاريحيه ديالنا ان شاء الله باش نتكلموا يعني في تفاصيل كامله. شكرا بزاف على السيبورت ديالكم، شكرا بزاف على لي ميساج ديالكم، بزاف الناس كيصيفطوا لي ميساج يعني في انستغرام، في الويتشات، فين غبرتي فين هذا، ميم في الايميل كان توصل حتى بلي زيميل بزاف ديال الناس. شكرا بزاف على السيبورت ديالكم. انا راه ماشي يعني لخاطري انني يعني ما كنبغيش ندير فيديو ولا شي حاجه، غير مشغول بزاف داكشي باش ان شاء الله نتلاقاو يوم السبت ان شاء الله. تهلاو ليا فراسكم وتنتلاقاو. السلام عليكم.